والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهارده إن شاء الله هنكمل آخر حاجة في الفينشنج بتاع الأتموسفير بتاع المشهد اللي إحنا شايفينه. وطبعًا إحنا هنكمل حاجات على المشهد ده عشان نديله الفاينل لوك، وفي شوية بوستنج هنعملهم في فوتوشوب وفي أفتر إفكتس. طبعا ده كان اخر حاجه احنا وقفنا عندها، هنعمل بس شويه حاجات بسيطه قوي تمام، ونبدا ايه نشوف ايه اللي احنا هنعمله بعد كده. نقفل ده ونروح للفيو دبل كليك، ولا بلاش دبل كليك، خلينا زي ما احنا، وتعالوا نروح على اتموسفير لود اتموسفير. في هنا طبعا اتموسفيرز كتيره جدا، منها اللي عند البعض فيكم ومنها لا، هو المناسب ده، يعني المناسب ده او اي اتموسفير يكون فيه سبكترال سبكترال كلاودز، يعني بيبقى فيه سحب قريبه من الارض، حاجه مثلا زي كده، زي مثلا زي كده، حاجه بالشكل ده كده. لكن انا يعني هنحاول نتغاضى عن دي ونطلع افضل صوره ممكنه واخف صوره ممكنه من الفيو، لان الفيو تقيل جدا في عمليه الريندر، وبعد كده نكمل في الافتر افكتس. انا كنت تقريبا انا اخترت على ما افتكر، اعتقد والله اعلم ان انا كنت مختار اللي هو الاوكلاند. هو ممكن على فكره الاوكلاند يليق، وممكن الكيومولوس اند شادوز، بس ده في امبيانت اوكلوجن، فامبيانت اوكلوجن معنى كده انه هياخد وقت طويل جدا في حسابات الظل، وانا مش هحتاجها لان المشهد ده اولا هيتغطى بالضباب، مناسب جدا المشهد ده، لكن يعني هيحتاج منها شويه ظبط كتير، لكن اللي انسب منهم كلهم هو الاوكلاند. هنعمل اوكي، طبعا مش هناخده زي ما هو كده تمام، وهنعمل معاينه سريعه. طبعا هي معموله بريفيو، ما انا مش محتاج ان انا اشوف ديتيلز، انا بس كل اللي انا محتاجه ان انا اشوف الجو العام شكله عامل ازاي. هو طلع عندي بالمنظر، محتاج شويه ظبط اولا في الضوء اللي هنا. نصيحه بقى، لما تيجي تشتغل على الفيو ارفع الجاما بتاعتك شويه، هتروح لفايل بعد كده اوبشنز، ومن اوبشنز عندك هنا حاجه اسمها الجاما اوبشنز، هي الديفولت بتاعها تقريبا كانت 1.8، فانا دايما بخليها 2.2. انا اصلا في السينما 4D حتى بعملها 2.2، بس على فكره مجرد ما تعمل كده وتعمل كده ممكن تحس ان الدنيا باظت عندك شويه. يستحسن ويفضل تمام انك انت تقفل الفيو وترجع تعيد فتحه تاني، يستحسن ده لو الامور ما مشيتش معاك كما ينبغي. نشوف بقى احنا هنعمل ايه في الاتموسفير ده. مبدئيا فينا انا عايز الاتموسفير ده يبقى باهت حبتين، غير كده عايز السحب دي ما تبقاش عاليه قوي. فممكن اروح للاتموسفير واروح للاتموسفير اديتور واروح لكلاودز، هلاقي عندي الكيومولس، طبعا الالتيتيود ده الارتفاع، والهايت على فكره في بس حاجه عايز اعرفها لكم. الكلاود هي عباره عن زي انتوا عارفين البوكس في السينما، او بوكس في السينما او في الماك كيوب، خلاص هي عباره عن كيوب خلاص. كلمة altitude ده ارتفاع الكيوب ككل عن الأرض، ارتفاع الكيوب ككل كحجم، يعني ارتفاعه كله عن الأرض كجسم. لكن height هو ارتفاع قمة الكيوب، بمعنى إن يبقى القاعدة ثابتة على الأرض وأنت بترفع، كأنك بتعمل الإيه؟ مش أنت عندك في الماكس مثلا الويتس والهايت، الهايت أنت لما بتكبر الهايت القمة بس اللي بتطلع تمام، لكن القاعدة ثابتة، هو ده الهايت هنا برضه. لكن الالتيتيود ارتفاع كانك بتعمل كانك بتشيله بالبوزيشن خلاص من المحور واي، طبعا للاخوه اللي بيستخدموا سينما 4 دي، او المحور زد للاخوه اللي بيستخدموا 3 دي ستوديو ماكس. فبس ده كان يعني همي انكم تعرفوا الالتيتيود من الهايت، لان هما الاثنين ارتفاع، بس الفرق زي ما انا قلت لكم بالظبط. طبعا ممكن اقلل الهايت شويه خلاص، انا مش عايز اخلي السحب تبقى فوق، لان انا لو قللت الالتيتيود هلاقي السحب دي نزلت بقت فوق الشجر. لو جربنا حتى جيت انا عملت كده مثلا بالشكل ده، هنستنى شويه زي ما انت شايف السحب بدات تنزل، الهايت لو انا قللته كمان
هلاقي السحب نزلت خالص، هتبقى حتى بدأت الفوج بدأ يجي عليك انت دلوقتي. اقلل كمان الالتيتيود عن كده، هو ده اقله على فكره 1000 متر. 1000 متر يعني هو تقريبا شغال بالكيلو، انا ممكن اعملها 500 واشوف النتيجه. والله لو مرضيه هتكمل، لو مش مرضيه مش هنكمل. الى حد ما مرضيه. ليه انا قلت الى حد ما مرضيه؟ لان انا عندي السحب هنا اصبحت الديتيلز بتاعتها مش موجوده. صحيح انا ممكن بالكفر اغطيها شويه، ارجع زي ما انت شايف رجعت الديتيلز على فكره كده جميله جدا، لان هنا اداني السحب قريبه من الجبال، وده فعلا المفروض حاصل. اولا الجبال عليها تلج، يبقى افرض المفترض السحب ما تبقاش بعيده قوي عن الجبال. الدنسيتي اللي هي كثافه السحب برضو هنزودها شويه، كل ده على حساب ربنا يستر. الالتيتيود فاريشن التفاوت في ارتفاعات السحب، طبعا احنا مختارين الكيومولس. الكيومولس على فكره من تقريبا الستارس على ما افتكر، او السبكترال متهيألي هي في واحده من الاثنين، فكلا الاثنين هم عباره عن سحب طبقيه يعني هم فوق بعضهم، فممكن اعمل فاريشن شويه في الالتيتيود بحيث ان انا اعمل تفاوت في الارتفاعات، بس في نفس الوقت الهايت ده هعليه سنه عشان يرفع لي بس السحابه اللي هناك دي بالظبط بالمنظر ده كده. اوباسيتي ازوده شويه، مش عايز السحب تبقى الى حد ما مختفيه. ممكن الامبيانت لايت اللي هو الضوء اللي جاي من السحاب بدون مصدر لايت ارفعه حبتين بحيث السحاب يبقى فيه كونتراستي. ممكن اروح بعد كده ل السكاي اند فوج، اللي هو السكاي فوج هيز اللي هو السماء او الضباب او الافق اللي هو الهيز. طبعا هنا السكاي ارتفاعها ومش عارف ايه والكلام ده كله، يهمني الفوج والهيز. طبعا هنا الجراوند دنسيتي اللي هي كثافته هنا كده انا عايز ازوده سنه بسيطه بس، مش قوي على فكره. الهيز ده حساس ل 1%، طبعا هتاخد وقت على ما يعمل لي ريفرش هنا على فكره. بالظبط كده خلاص. هنا المين التيتيود ده ارتفاعه انا هرفعه حبتين على فكره، هحتاج انزله مش هرفعه، يعني هحتاج ان انا انزله مش هرفعه. لا والله هو كده كويس، بس ازود الدنسيتي بتاعته شويه بحيث الكثافه بتاعته تزيد حب. الباقي هعوضه بالفوج خلاص، الباقي هعوضه بالفوج او اقلل الدنسيتي حبتين وده يقل برضه حبتين. طبعا هي مساله تجربه لغايه ما تحصل على الشكل اللي انت على الشكل اللي انت محتاجه او على الشكل اللي انت عايزه. اللي انا هعمله كمان ان انا هزود الالتيتيود، هزود الارتفاع عشان عايزه يطفي لي الضوء اللي عند الشجر هنا ده. ايوه الى حد ما بالمنظر اللي انا شايفه ده كده تمام. الدنسيتي هقللها حبتين عشان اقدر اشوف السحب الكلاودز. ممكن اروح اظبط في السحب تاني مفيش اي مشاكل خالص، طبعا هياخد شويه وقت. ماشي كده نروح في الكلاودز. فين مفيش هنا ديتيلز؟ طب ما انا ممكن اروح لاد، ومن اد احط مثلا وليكن اي سحب تديني ديتيلز. طبعا زي ما انا قلت لكم بالظبط هي في السبكترال لانها كانت سحب طبقيه، ممكن احط لو كلاودز يعني فيها شويه ديتيلز، او نخلينا الفاز كلاود فرونت بحيث فيها ديتيلز كويسه قوي. نشوف كده. ايوه بالظبط ادتني هنا ديتيلز اللي انا محتاجها. اقلل الهايت بتاعها حبتين بحيث تبقى باينه وظاهره تمام. ممكن الالتيتيود برضو يقل شويه تمام. الديتيل اماونت ارفع الديتيل اماونت شويه هنا نشوف كده. طب نقلل الديتيل اماونت بحيث انا عايز فيها حتت كبيره. ممكن الاوباسيتي نزودها حبه تمام. الدنسيتي 127 نخليها 100% كفايه قوي. كفر عشان تغطي مساحه اكبر بالظبط كده يبقى في تماسك اكتر. هايت هرفعها شويه، انا عايزها تبان، عايزها تبان وتظهر بالمنظر بالشكل ده كده. فاضل او هزود ده واقلل الدنسيتي بتاعه الهيز عشان ما يضيعليش الجبال اللي ورا. تمام. ممكن الفوج دنسيتي اقلل الفوج دنسيتي شويه اللي هو الضباب ونشوف كده الظروف. لكن انا هزود على فكره الالتيتيود بتاع الضباب، هزود ارتفاع الضباب او على حسب ما انا عاوز. انا ممكن انزله كمان شويه بحيث ان هو يغطي الاضاءه اللي هنا، ولو ان الاضاءه اللي هنا دي ليها تغطيه ثانيه
انزله سنه كده، تمام، سنه بس شويه، تمام. اروح لللايت، هحتاج ايه في اللايت؟ هحتاج ان انا ارفع اللايت بالانس بحيث يروح للسان لايت حبه. طبعا ما ننساش ان الجو ده كان بالنهار، هو هنا على فكره مناسب لجو افاتار جدا، على اعتبار ان هو كان تقدر تقول عليه افتر ستورم بيفور ستورم، يعني قبل عاصفه او بعد عاصفه. الامبيانت لايت بتاع السكاي ارفعه شويه عشان السكاي اصلا تبان، تمام. نستنى بس يعمل ريفرش، نستنى عليه حبتين. ايوه بالظبط، بدات السكاي كده تبان. ممكن اقول كواليتي بوست، ارفع الكواليتي بوست عشان ما يدينيش جرين، تمام، ما يدينيش جرين او ما يدينيش زي شوشره على الفيلم. السكاي دوم لايتنج جين اللي هي اضاءه القبه بتاع السماء او جسم السماء اللي هو الازرق نفسه، هي هنا معموله بوينت 2، ممكن اخليه بوينت نص. خلي بالك الكلام ده كله حساس جدا، تمام. فنشوف بس ايه اللي هيحصل، لان الحته دي النور فيها زاد فعلا شويه. المشكلة عندي هنا في الدنستي بتاع الهيز، أقلله سنة، فتح لي فعلا السما حبة. نشوف كده بس في الرندر هنا كده، تمام قوي ومية مية. فاضل عندك الكواليتي بوست، هنرفع الكواليتي بوست حبة بس علشان ندي كواليتي في الرندر. نروح للصن، خلاص الصن ممكن اقول له اتاتش، لا مش هعمل اتاتش. لايتس نعمل ايه في اللايتس؟ ما فيش حاجه في اللايتس ازيد من اللي احنا عملناه. كلاودز ما فيش حاجه في كلاودز. كواليتي بوست ويند ما فيش حاجه في الويند، ولو انك ممكن انت احنا اصلا كده كده مش هنعمل، مش هيبقى فيها حركه. ممكن اقول له انيبل ويند او انيبل فريز، بس انا مش عايز يعني مش عايز اخلي الفيو يحسب حاجات ملهاش اي لازمه. رينبو مش عايز ايه ايه ايه، ايس رينجز مش عايزين احنا الايس رينجز في حاجه. نشوف كده، مش عايزين الايس رينجز في حاجه، ماشي. نعمل اوكي ورندر وارجع لكم مره اخرى، بس الاول سيف. خلوا بالكم الفيو بياخد شويه وقت، لو بصينا تحت كده على الشمال هنلاقي الفيو بياخد شويه وقت في عمليه الرايتنج بتاعت الفايل، كميه كبيره جدا من البوليجونز. لو بصينا هنا، هو انا مش عارف اقرا الرقم ده، فاللي يقراه يا ريت يكتبوا لي في مشاركه، انا مش عارف اقراه اصلا. هرجع لكم بعد الرندر. دي طبعا النتيجه بعد الرندر. طبعا الجزء ده هيتدار طبعا بالسحب اللي اتحط في الافتر والكلام ده كله، فما تهتمش بيه قوي، تمام. مفيش فيه اي يعني مفيش فيه اي مشاكل يعني. طيب بعد كده، بعد كده والله ما انا عارف اعمل ايه بعد كده، بس هنقفل دي، تمام. و عايز اضيف بعض التفاصيل، ممكن البعض فيكم يشوف انها ملهاش لازمه، لكن يعني حبت حاجات مش هتضر يعني. بصوا بقى اللي كنت بقول لكم عليه، شايفين البوكس ده؟ الاثنين بوكس دول بتوع الكلاودز، يعني انت لو ضغطت عملت سيلكت على ده، تمام، ده بتاع الكلاود. يعني انت لو جيت هنا ادي واحده وادي الفور كلاود، ادي انت طبعا تقدر تتحكم فيهم من هنا عادي خالص لو انت مش عايز تخش في متاهات الايديتور. طيب نطلع قدام قدام قدام، هي الدنيا مش ناقصه تقل، بس يعني هنعمل ايه بقى؟ تمام، وتعالوا نحط مثلا اي حاجه تدي ديتيلز. نحط مين؟ ناخد مثلا رايت كليك، لا مش رايت كليك، رايت كليك صح، ناخد رايت كليك. وفي حاجه بقى انا لاحظتها عايز اقول لكم عليها، في بعض المكتبات اللي بتيجي من بره بتلاقي مثلا تيجي تحط البوليجون او تيجي تحط الاوبجكت ما بتلاقيهوش بيشتغل كويس مع مع السين ومع الإضاءة. فيعني نحاول نجيبه من حتت موثوق فيها، لأن الموضوع ده أنا عانيته كتير جدا وأنا شغال. كان في حبة موديلز حلوة جدا، لكن أجي أحطها ألاقي الإضاءة بايظة خالص. يعني أنا هحاول أشوف ده من إيه، يعني هحاول أجرب شوية تجارب كده وإن شاء الله أوصلها وأقول لكم عليها بإذن الله. أنا هروح بس آخد في التريز، ناخد شجرة زي دي مثلا،
السمر تشيري طبعا 160. طبعا ما حدش ياخد باله من الصوت اللي سمعته من شويه، ده كان ابني بيلعب بس. المهم المهم يعني خلونا في اللي احنا فيه، 160 الف بولي بوب ما شاء الله، واحنا عندنا الرقم اللي انا قلت لكم تكتبوه لي، ده حد فيكم بس يقول لي الرقم ده كام. نضغط كده ونعمل اوكي. بعد كده ناخد الشجره دي نرفعها مثلا فوق حبتين، يعني عايز اديها شكل كده كويس. طبعا بعد كده هنكبر السكيل بتاعها شويه. تمام، انا عايزها تظهر. ايوه بس طبعا مش هتبقى بالمنظر ده، احنا هننزلها لتحت شويه. تمام، وهي هنكبرها بعض الشيء بحيث انها برضو تبقى مديه يعني شكل غامض غامض شويه على المشهد. طبعا ممكن اضغط دبل كليك واخش في الاديتور بتاع البلانتس، اضغط هنا مثلا اجيب حاجه تانية. طبعا هنا ده الخامه دي على فكره للترنك مش للليفز او للورق. هاخد الخامه بتاع الترنك، وممكن ان انا اخد خامه تانية في تريز دي. ممكن اعتقد الخامه دي كويسه قوي على اعتبار على اعتبار ان هي يعني طبعا كده مش كويسه خالص لو انا عملت 3 من 10، عشان اخلي الديتيلز اكتر شويه يعني هتساهم حبه. طبعا دي خامه انا جايبها من بره، فيعني موضوع انها تشتغل او ما تشتغلش مش هيهمنا قوي اساسا، هي بعيده. ممكن اطول اللينجز حبه بالطول، كل ده هبص عليه هنا. تمام، دي اللي سنه بسيطه. ممكن الفول اوف، تمام، بحيث ان انا ادي كثافه للورق. الجنار شويه بس كده، الدروب مش عايز اوقعها قوي، اللينكس بتاعت الليفز، الويتس بتاعها، الراندومنس، العشوائيه، فليكسيبيليتي انا مش هحتاج ازودها قوي لان انا ما عنديش ويند، ما عنديش رياح. وهعمل اوكي واشوف الشكل هيبقى ازاي. لازم تقصر شويه بالظبط، ماشي تمام، مفيش اي مشكله. وانزلها بعض الشيء. ممكن كمان ان انا اعمل لها روتيت، يعني عشان تبقى الجهه دي هي اللي قدامي جهه الجزع. ونجرب نعمل ريندر هنا ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. ده الشكل بتاع الريندر بتاعها. تمام، لو عملنا اوكي هنلاقيه بالمنظر جميل جدا وكويس على فكره. طيب ممكن احنا نسيبها في النص هنا كده ونروح لل هو ماله عمل كده ليه؟ نروح للتوب فيو. اجي هنا، هنا انا عايز احط زي مثلا المشهد كده مفتوح قوي، ممكن احط شويه ديتيلز هنا تعمل لي ديبث او عمق لل تعمل لي ديبث او عمق لمين للمشهد بشكل احلى من ما يكون مفتوح قوي كده. تعال نجيب مثلا وليكن عفوا نروح نجيب بلانت تاني. كده هيحط لي شجره تانيه، ماشي مش مشكله، مش مشكله خالص. لا هتبقى مشكله، مش عايز شجره تانيه. نعمل ديليت رايت كليك ونروح نجيب مثلا الوينتر. انا عايز شجره يكون فيها فروع ميته، يكون فيها مثلا فروع حاجه زي دي مثلا. تمام، او نشوف حاجه تكون احلى شويه، مش احلى يعني مش ضايعه قوي كده. خلينا زي ما احنا، هو في دي وفي دي وفي دي، لا خلينا في دي على الاقل فيها اوراق. ونعمل اوكي. بالنسبه بقى لدي هاخدها هاخدها بالموف. تمام، نيجي كده. طبعا ما شاء الله ده هي تحت خالص اساسا، نحطها هنا كده. وطبعا دي هنقوم معلينها فوق خالص بالمنظر ده.
طبعا انا هجيبها للكاميرا كده مثلا، اشوف بس ان يعمل ابديت، اشوف الدنيا فيها عاملة ازاي. هاخدها كده شوية ماشي، نشوف برضو الابديت بتاعها تمام، ونعمل سكيل بحيث يعني تبقى مغطيالي الجزء ده، بحيث تبقى مدياني شوية ديتيلز كويسين. نزق كده حبة وهاخدها على الكاميرا، انا عايزها بالظبط لازقة في الكاميرا بالمنظر ده كده، يعني بحيث نبقى مديين ديبث للمشهد. طب دي كده موجودة مفيش مشكلة. هل ندخل دبل كليك؟ ندخل دبل كليك ونشوف ممكن نعمل ايه فيها. ناخد خامة تكون ملائمة، ناخد الخامة دي جميلة جدا والله، بس مش عارف مش مرتاح لها ليه، وممكن خامة زي دي هنجرب. قافلة الدنيا قوي، قافلة الدنيا. طيب ما احنا نضغط دبل كليك، حاجة احسن من كده، ونعملها ميكسد ماتيريال تمام، وناخد حاجة زي الفيجيتيشن مثلا. نروح على اللاندسكيب، نروح على الفيجيتيشن وناخدها كده على سبيل المثال يعني، ونروح رايت كليك واديت فانكشن، ونحط له مثلا فراكتال، وان احتاجنا نويز. هو ايه اللي انا حط ده؟ انا حطيت نويز، مش مشكله شيله ونحط فراكتال. التيتيود يعني ارتفاعات كده، نضغط هنا عشان نشوف الابديت. هروح اقول له مثلا خليها لي تيرين، واقلل الميتا سكيل حبه، واللارج، وازود الروفنس، وازود الجين تمام، بحيث يحصل لي انتشار جميل بالشكل ده كده. طبعا اروح للخامه الاولانيه سنه تمام بالشكل ده، سنه لورا تمام، واقلل اقلل اقلل اللارجست، ازود الروفنس حبه، وازود الجين حبتين ثلاثه، ونعمل اوكي. نشوف كده، كده اداني انتشار احلى. الاحلى من كده كمان لو انا قلت له في البلند مود ادهولي مثلا ممكن كده. طب نشوف كفر، ممكن كفر، ونزود السموزنس شويه تمام، ونطلع لقدام سنه، لا لورا تمام بالمنظر ده كده. نروح للانفلونس، نعمل ديستريبيوشن بالمنظر ده، ونروح نعمل اورينتيشن مثلا، ونروح نخليها نزود السترونجست بتاعها شويه، والالتيتيود نقلله او نزوده حتى عشان يترفع لفوق تمام بالشكل ده كده بالمنظر ده. نيجي على الباشا ده ونزوده شويه، نروح للماتيريال دي حبه سنه كده، نلاقيها بالمنظر ده مثلا. نيجي بعد كده نعمل اوكي عشان نشوف الدنيا هنا هتبقى عامله ازاي. نخلي الديتيلز 2/10 تمام، عشان نشوف هتبقى برده شكلها عامل ازاي، ومديها توزيعه عامله ازاي. ممكن ان احنا نزود اللينك بتاعت الورق شويه، طبعا ده عايزه نبات كانه ميدال يعني نازل لتحت حبتين. ممكن الديامتر سنه بسيطه قوي عشان ما يبوظلناش الدنيا. فليكسيبيليتي نزودها بحيث تدي كده راندومنس. الويث، ونجرب نعمل اوكي نشوف هتبقى الدنيا شكلها عامل شكلها يبقى عامل ازاي. مش حلو لو رحنا كده، اعتقد ان اللي مش حلو فيها هو اللينك بتاع الاوراق تمام.
مش عايز ازوده، مش عايز ازوده قوي. الويدث برضو مش عايز ازوده قوي. تمام. ممكن نخليها كده فول اوف دروب، مش قوي كده يعني، حاجة كده مثلا، ونعمل اوكي ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. اعتقد كده مقبول، مقبول جدا. تمام. اخر حاجة هنحط كمان بلانت. ممكن نحط بلانت وليكن حاجة زي، عايز قمة شجرة، ولتكن الالدر، الالدر بس دي كتير قوي. مش عارف دي ولا دي، دي ولا دي، مش عارف. ممكن خلي البلوم تريد ده 20,000. طب دي كام؟ 400,000؟ لا 20,000 ارحم طبعا. نحط الالدر تري، ناخدها كده بس هتبقى طبعا الناحية التانية من الكاميرا. نكبر السكيل ونطلعها لفوق. تمام. وناخدها على الجنب ونزقها لقدام. تمام. نزقها لورا كمان، ناخدها كده. نشوف بس الابديتنج هنا هيبقى شكله عامل ازاي. كل انا عايز اعمله بقى ان انا لا اطلعها فوق سنة بالشكل ده كده، دبل كليك، مش هعدل فيها اي حاجة الا بس الفول اوف بتاعها، زوده حاجة بسيطة، والدروب برضو بسيط. اللينكس اقلله سنة، الفول اوف ازوده سنة، واعمل اوكي بحيث بس انزلها لتحت تبقى كأنها نبات نازل لتحت بالمنظر ده. كل انا هعمله هعمل حاجة صغيرة قوي، ان انا هاجي هنا اعمل كليك عليها بالمنظر ده كده مثلا، وعايز اعمل روتيت، عاوز اعمل روتيت، نروح هنا نعمل اورينتيشن. اعتقد هعوزها تطلع لقدام سنه، وهعوزها تلف سنة لورا. تمام. وهعوز روتيشن كده شوية، وهعوزه كده شوية، ويجي برضو عليا انا سنة كده. تمام. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن ان انا كل اللي انا اعمله ان انا ازقها لقدام، اجي على المسقط ده واروح موف، ازقها لقدام كده واخدها كده حبتين بالشكل. ممكن على الوضع ده ارجعها عندنا بقى كده شوية، واخدها الناحية دي شوية. انا مش عايزة بس تقفل لي المشهد قوي، هي المشكلة بس في المكان بتاعها، مش عايزه يقفل لي المشهد بس بالشكل. تمام. بالمظهر نجرب نعمل ريندر وارجع لكم مرة تانية. شكل بعد الريندر، بس مش عجباني الشجرة دي بصراحة. فهنيجي، هما شجرتين ولا واحدة؟ مش عارف. المهم عامة انا دلت الشجرة دي شكلها مش حلو ومش ظريف. ونحط واحدة تانية رايت كليك، وناخد ممكن ناخد مين؟
ممكن ناخد مين؟ هو ممكن الشجرة دي، ممكن الشجرة دي على اعتبار، لا مش دي، عايزين شجرة ليها فروع وفي نفس الوقت، والله ممكن دي، يلا مش مشكلة، بس طبعا جروينج بلانت ربنا يستر. نروح كده مثلا نصغر دبل كليك طبعا، وطبعا هنرفعها فوق مبدئيا كده، والمفروض ان انا هاخدها عندي هنا كده تمام، يرندر بس هنا اشوف شكله، هي كويسة بس مش كويسة كده، ويا سلام بقى لو احنا جينا هنا في المسقط ده ورحنا على الروتيشن شوية و لفيناها كده مثلا، وجينا مثلا جبتها الناحية التانية كده مثلا، تشوف بس لما تعمل ابديت يبقى شكلها عامل ازاي، و نميلها علينا شوية. أنا متهيألي كده تمام، ونروح كده نروح كده، طبعا القبض بياخد وقت سنة، ونروح للموف تاني السلكت دي، السلكشن بقى هيروح وهي ايه، الالدر ناخد الالدر عفوا، نروح على التوب فيو ونروح على الموف تول ونرجع بيها اللي ورا سنة، نطلع بيها بس بره الفيو سنة بس كده كده. يبقى انا خدت قفلت اديت ديبث وعمق للجزء ده، ولو عملت دبل كليك يعني هنفتح التفرع بتاعها شوية عن طريق ان احنا نعمل دروب، تمام، وهعمل اوكي يعني دروب بسيط كده بس، متهيألي كده خلاص نبقى خلصنا. طبعا انا قلت لكم ان كل الكلام ده هيتغطى بيه السحب، وفي الريندر باسز من الفيو او في الريندر النهائي هنعرف ازاي نفصل كل اوبجكت من ده لوحده عشان نستفيد منه في الافتر افكتس. فاضل بس ان انا اوريكم منظر نهائي للريندر وبعد كده نختم ان شاء الله. طبعا ده المنظر النهائي بعد الريندر، ان شاء الله المرحلة اللي جاية هنحاول بقى نجمع الملف بتاع السينما 4D مع الملف بتاع الفيو، ونحاول نشوف او نعمل تيستينج لطريقة التوافق في يعني للاتنين جوه الافتر افكتس، وبعد كده ننتقل للمرحلة اللي بعد كده ومرحلة تجهيز المودلز، من كاستمايزنج للموديل او تظبيط للموديل، بعد كده هيبقى شغل التكتشرنج كله جوه البادي بيند في السينما 4D. ممكن اللي عايز يستخدم الماكس في موضوع انه يطلع الموديل من الماكس للسينما، ممكن اللي عايز يجيب موديل جاهز مفيش مشكله، انا هشتغل بحاجتين يعني، هجرب الجوجل سكتش اب ان انا اخد المودلز بتاعته وابدا اعدلها في السينما واستغل الخفه بتاعتها، او ان انا اطلع المودل من الماكس وادخله يعني على، لان انا الملفات عندي امتدادها دوت ماكس، فيعني هعمل شويه تجارب كده لغايه ما اشوف هرس على ايه. شكرا ليكم، كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.